ومعنا مشاهدينا الكرام بشأن البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بمناسبة الذكرى العشرين لاحتلال بغداد. معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي سيد عبد القادر النايل. حياكم الله سيد عبد القادر معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. إذا سيد عبد القادر، بعد 20 عاما من احتلال بغداد، هل لا يزال مشروع الاحتلال مستمرا وقائما بعد كل هذه السنين؟ 20 عاما والعراقيون والشعب العراقي يرضخ تحت نهج الاحتلال المركب الذي يسعى إلى تدمير العراق وتقسيم وطنه وإبادة شعبه. وحقيقة آثار الاحتلال مستمرة لأن الاحتلال لا زال متواجدا عسكريا ومتواجدا سياسيا ومتواجدا اقتصاديا، وهو يهيمن على مقدرات البلاد عبر عملية سياسية كانت مرعية وأنتجت بسبب التوافق الاحتلالي بين أمريكا وبريطانيا من جهة وبين إيران. ولذلك حقيقة الاحتلال مستمر على العراق وهو متواصل إلى هذه اللحظة، ونحن نعيش في العشرية الثانية من زمن الاحتلال الذي دمر العراق وهجر أبناءه وقتل كفاءاته ودمر اقتصاده. والآن العراق للأسف الشديد يعيش في مرحلة خطرة، وبالتالي العراقيون حقيقة يسعون بكل جهدهم لإعادة وطنهم. فيما يتجسد هذا المشروع، مشروع الاحتلال القائم حتى الآن كما ذكرتم في العراق بعد كل هذه السنين، بعد 20 عاما، ما ملامحه يعني؟ الاحتلال عندما جاء إلى المنطقة وتحديدا عندما اختار العراق أراد أن يفتح أبواب جهنم على المنطقة عموما من خلال فتح إيران أبواب الشر وبميليشياتها وبنهجها على المنطقة، وهو سعى إلى تقزيم المنطقة وتدميرها. وبالتالي المشروع الأساسي الذي جاء به هو تقسيم المنطقة عبر خارطة الشرق الأوسط الجديد. وبالتالي مشاريع التقسيم المستمرة والتي يدعمها الاحتلال واللوب الغربي برعاية إيران وبتنفيذها على أرض الواقع هي مستمرة لتقسيم البلدان إلى كونتونات طائفية ودول مذهبية تتقاتل فيما بينها. الرابح الأساسي هو الكيان الصهيوني، ولذلك حقيقة مشروع الاحتلال يتضمن تدمير العراق تدميرا كاملا. هذا البلد البار بجذوره في حضارة وادي الرافدين منذ 7000 عام، هذا البلد الذي حقيقة أعيدت الحياة للعالم مرة ثانية بسفينة نوح الذي كانت في العراق صناعة وإرساء، اليوم هؤلاء يسعون عبر 20 عاما لتدمير العراق. وعندما نقول 20 عاما فإننا نحيي الشعب العراقي ونحيي المقاومة العراقية استطاعت حقيقة أن تؤخر طوال 20 عاما مشروعهم الذي كانوا يبشرون ببضع سنوات في تنفيذه، ليس في العراق فقط إنما في دول المنطقة. ولذلك حقيقة 20 عاما من الصمود هي واضحة المعالم لما يتحمله العراقيون عن أبناء المنطقة وعن دول المنطقة عموما، الذين للأسف الشديد تركوا وحدهم إلى هذه اللحظة وهم يكافحون وينافحون من أجل الخلاص ومن أجل تحرير العراق ومن أجل إنهاء الدور الإيراني في المنطقة المرعي برعاية أمريكية بريطانية. ولكن سيد عبد القادر، الاحتلال عندما جاء كما تعلم زعم أنه جاء بهدف في جعل العراق نموذجا لمنطقة الشرق الأوسط، فهل تحقق ما بشر به الاحتلال بتحقيق الحرية والديمقراطية وما إلى ذلك؟ أولا سوغ الاحتلال إلى أن هناك أسلحة دمار شامل ترهب العالم في العراق. نعم. وعندما لم يجد هذه الأسلحة وتبين كذبه التف حول أنه يريد إرساء الديمقراطية في العراق. وبالتالي ما موجود بعد 20 عاما، العراقيون شاهدون على أنه لا وجود للديمقراطية سوى الكلام الفضفاض، وهي ديمقراطية وهمية. وبالتالي ما جاء وبشر به الاحتلال لم ينفذه، بدليل على أن شخوص وأحزاب السلطة الذين جاءوا مع الاحتلال والذين زجت بهم إيران لبناء العملية السياسية هم ذاتهم الذين تتقلب وجوههم يمينا وشمالا في تقلد المناصب منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، ولم تتغير المحاصصة الطائفية التي انتهجها المحتل في بناء العملية السياسية التي سلمها لإيران. وبالتالي كيف يمكن الكلام على نظام ديمقراطي ذو تعدد سياسي
يكون صندوق الانتخابات هو الأساس في الوصول إلى السلطة، وهم يقسمون الشعب العراقي إلى كانتونات وإلى نسب غير موجودة، لا هي موجودة بطريقة علمية ولا موجودة بطريقة الإحصاءات ولا موجودة على أرض الواقع. فقد قسموا العراق حقيقة إلى نسب مكوناتية للسنة وللكردي وللتركماني وللمسيح وللشيعة، وبالتالي هذا التقسيم يدلل على عدم وجود نظام سياسي. وعندما يفشل هؤلاء الذين تسيدوا البلد طوال 20 عاما من خلال تدهور العراق على المستوى السياسي والاقتصادي والصحي والتعليمي والاجتماعي، واليوم حالات واضحة لا يسع المجال إلى ذكرها على جميع هذه المستويات، والعراق موجود عالميا كيف يصنف على أنه آخر الدول التي تصلح للعيش البشري، يؤكد تماما على أنه هذا المشروع الذي بشر به هو مشروع كاذب فاشل، لأن أساس المشروع الذي بني عليه الاحتلال هو التدمير. ولذلك المحتل عندما يريد أن يصنع نظاما فهو يريد أن يصنع نظام التدمير لا نظام الإعمار. أيضا ألا ترى أن الشعب العراقي يعني أصبح أكثر وعيا بمشروع الاحتلال وتداعياته وما أسفر ذلك عن عملية سياسية أسقطها الاحتلال انتخابيا بعدم المشاركة بنسبة كبرى فيها، وما أفرزته أيضا هذه العملية السياسية من كيانات أو ميليشيات تحكم الآن؟ بالتأكيد الشعب العراقي عندما قلت لك أنه 20 عاما من الصمود يؤكد حقيقة على قوة هذا الشعب وعلى متانة جذوره الراسخة وحبه للوطن، لأننا نتكلم عن مشاريع طائفية أرادت تقسيم المنطقة وأرادت تقسيم العراق، افتعلوا حروب أهلية كثيرة ومسببات كبيرة. إلى الآن العملية السياسية تضغط باتجاه تهميش السنة وإلغائهم وأخذ مناطقهم ومدنهم من أجل الوصول إلى الحرب الأهلية، لكن هناك وعي كبير للشعب العراقي وقد كسروا هذه المشاريع حقيقة بصبرهم وبوعيهم بشكل واضح تماما، والآن نعيش هذا الوعي بشكل كبير. ما مظاهرات ثورة تشرين إلا كانت انطلاقة واضحة تعبر عن حقيقة العراقيين، ثم مقاطعتهم للانتخابات عن وعي وعن إدراك بأن العملية السياسية هي فاشلة وأن هذا النظام نظام المحاصصة الطائفية لا يليق بالعراقيين، إنما يليق بالعراقيين نظاما سياسيا وطنيا. والدليل على أن هؤلاء فاشلون من نظرة الشعب العراقي إلى هذه اللحظة العراقيون يسمونها عملية سياسية وليس نظاما سياسيا، ولذلك هذا التجمع العشوائي الذي تقوده السلاح أو يقوده السلاح المنفلت والميليشيات والقتل والإرهاب دليل واضح على أكذوبة تسلم السلطة وعلى ما يحدث الآن من خلال مهاترات السياسيين فيما بينهم بشكل واضح تماما على مصالحهم الخاصة، لأن العراقيين اليوم يعيشون حالة من الفقر كبيرة وانعدام الأمن وانعدام الثقة وانعدام الحرية، والمعتقلات ترزخ والاغتيالات مستمرة على العراقيين. لذلك هذا الوعي وعي وصل إلى مرحلة متقدمة وهو مدرك ليس ردة فعل. إذن عبد القادر نال عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لك.